شق شق اسمه شق اسمه كدو كدو ماذا وصفة لا 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 نصف اسمه اسمه اسما وصفة كنصف بني آدم وظيفة نصف بني آدم وذلك ده كان يؤثر في قضية السحر والشحوذة والكهانة لازم كان يكون أعور يعني في شيء يعني غير كاريزما قالوا الاولاد بيقولوا كاريزما سالبه يعني مش معقول نصف مخلوق نصف مخلوق نصف مخلوق هكذا فقالوا ان النصف ولا نصف شق كان يطوى كالكره يعني ما كانش في عظم يعني سبحان الله والعياذ بالله كان هذا مدعي للنبوه سبحان الله من اكل ناحيه ماذا من البلاد؟ لا من ما ادري من جنوب الجزيره والله اعلم نعم سبحان الله والعياذ بالله يعني هو على شاكله مسالمه وسلامه هؤلاء المتنبئون الذين يدعون انهم اصحاب قتلوا وطبعا بلا شك لا 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 من كذب على رسول الله من كذب فليتبوى مقعده من النار من كذب في حديث يقول مثلا هذا الحديث عن رسول الله وهو لم يكن على رسول الله هذا في النار هذا مبشر اخر مبشرون كل العياذ بالله والعياذ بالله طب مثل ماذا من الافراد ايضا تعال الى احد العتاولة هؤلاء ابو لهب وزوجه حمالة الحطب زوجته وزوجه اروى بنت حرب بنت أمية اسمها أروى أروى اسمها جميل آه داخل أسوى يعني وفي بس عندنا أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام أخت صفية ولكن أروى هذه أخت أبو سفيان أروى اسمه جميل أروى سبحان الله أروى أبو لهب كان زوج رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة أولاده قبل البعث قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام فلما نزلت اقرأ قال ابو لهب لعتبة وعتيبة طلق رقية وام كلثوم كان ينشغل بهما محمد يعني شوف حرب سيئة. حرب اجتماعية سيئة. يعني حرب اجتماعية وهو ليس اسمه ابو لهب هو اسمه عبد العزة عبد العزة عبد العزة ابن عبد المطلب وكان يسمى ابو لهب لان كان النار تتلقد في وجهه كان ابيض بحمرة شديدة فكان النار والعياذ بالله في وجه ابو لهب. هو اذا كان اسمه من قبل بعثة النبي ابو لهب. ابو لهب نعم نعم لقب بهذا الوجه بطبيعة شكله يعني نعم نعم نعم. فمر عتبة هذا بصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لما طلقت رقية او هكذا؟ قال اوصاني ابي وامي كي لا اصبو الى دينك ثم بصق. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قيل أقله أسد فقال فأبو لهب لما بلغ قال لا آمن عليك دعوة محمد فإن دعوة محمد مستجابة وهذا زيادة العذاب إيه سبحان الله العظيم وقالوا يا أيها الذي لما إيه؟ قالوا لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يعلمون أنه على إيه حق شوف لان نتبع الهدى لا لا سبحان الله اذا شو القران هي من كتاب الله لان نتبع الهدى معك متخطف من ارضنا وقال له دعوه محمد مستجاب دعوه محمد مستجاب شو لا لكن طمس الله على قلبه وهذا زياده في العذاب لانه مش غير جاهل يضاعف له العذاب والعياذ بالله فسافروا ناحيه الشام فقال ابو لهب انا اعلم ان دعوه قال لاخوانه الذين معه كانوا 15 شابا اجعلوا عتبه بينكم جلسوا خيمه وناموا كلهم فقال احدهم اشعر ان اسدا يتشممنا قال اخسأ يا فلان لو ان الاسد يتشمم فدخل يشمشمهم ويشمهم فسحب عتبة من بينهم فاكله وهم هم نيا لا اله الا الله سحبوا وهم يرونه يرونه سحبوا العلم فاستيقظوا سلم والعياذ بالله رب العالمين أبو لهب ظل لعداوته لرسوله حتى أنه للأسف هو الوحيد من بني عبد المطلب الذي شارك في حصار رسول الله وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب. أبو طالب. تخيل شارك في هذه سبحان الله يعني هذا إنسان قلبه فيه من القسوة طبعا وأم جميل نفس القضية وبعدين بس يعني هناك من يقول أنه أن أكل عتبة هذا أسد وليس كلب. أسد أسد ما هو كلب ما هو كلب ما هو ما هو كلب والله أسد. لا 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 ما هو في علم الحيوانات من الطائفة الكلبية. ده في علم الحيوان ده من طائفة في طائفة كلبية. يعني لا 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 الذئب والنمر ولا اختلاف ولا لا لا ما نقولش طائفة أسدية طائفة كلبية في تصنيف الحيوانات. سبحان الله في علم الحيوان وبعدين كلب من كلاب الله عز وجل سبحان الله فابو لهب لما نزلت الايه تبت يدا ابي لهب وتب كان سبحان الله لطمس رب العباد قلبه بما صنع فممكن يهدم الدين بادعائه الايمان وحد كان دخل في قلبه لا
لو قال لا اشهد انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ماذا كان يصنع؟ كان يكذب رسالة. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. من صنع من طبيعه اسمه ولكل امرئ من اسمه نصيب. سبحان الله. فاحسنوا تسميه ابنائكم. ما في داعي حد يسمي غضبان ولا صعب صعب وصخر والاسماء العجيبه دي سبحان الله. ولا نزكي لا داعي للتزكيه. نعم هذا كلام. المهم نفس القضيه زوجته ما جريرتها؟ ام جميل كانت كارهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مسيئه التعامل لرقيه وام كلثوم ايام. تخيل ان واحده حمتها ام جميل. لا 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 ارتفع لطيف لا تطاق ارتفع لطيف لا 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 سبحان الله العظيم. و ام جميل هذه كانت تأتي بالشوك والعظام وتضعها امام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني ذاهب خارج في الصباح فيقع عليه الاذى عليه الصلاة والسلام. ارادت مرة ان يعني تتخلص منه وجاءت بحجر كبير وجاءت قريب من الحجر الاسود وجلس جنبه أبو بكر ورفعت الحجر هكذا وتقول لي أبو بكر أين صاحبك؟ وهو بجواره. بجواره سبحان الله. فتعجب أبو بكر يقول بعد ما غادر يعني قالت لن ينجو مني. فسبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سبحان الله. فقضية أبو لهب وزوجته وزوجه هذه دليل على أن التمرد على الله ويعني اللذة في الخصومة والكفر البين وانكار الحق هذه وسيله من وسائل العياذ بالله رب العالمين دخول النار والعياذ بالله. طب امراه نوح وامراه لوط نفس القضيه. امراه نوح وامراه لوط كفرهم بانبياء الله وعصيانهم واخراج الاسرار خارج البيوت فقيل ادخل النار مع الداخلين والعياذ بالله رب العالمين. قابيل. قابيل هو اول صانع واول غارس لشجره القتل في الارض. كلما نسمع قضية قتل نتذكر قابيل. يوضع ذنب القاتل في ميزان سيئاته لأنه هو الذي سن القتل. هو الذي سن القتل. ولكن من الاحتقار له أن يدل له غراب كيف يواري سوءة أخي كيف يواري جثة أخي. عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الندمين. بس ما فائدة الندم؟ كان ندم فرعون عند الغرق. نفس القضية. هذا من اجل هذا كتبنا على بني اسرائيل ان النفس بالنفس ولا ان من قتل نفسا بغير عذر في الارض فكانما قتل الناس جميعا. لانه لو قدر له ان يقتل الناس جميعا لقتل. قابيل يحمل اثم البشريه وكل قاتل ياخذ ذنب قتله ثم يذهب الى الكفل الاول الكفل الى القتل الاول. ما من دم يسفك على بعض ايوه الا ولابن ادم كيف تنصب. هذا نص حديث رسول الله. نعم. فرعون هو فرعون يمثل الطغيان الحاقد على الشعب. يعني انت يعني ترى شعبا يكره مثلا حكامه هذا قد يكون امر سهل يكون حاكم طاغ لكن حاكم يكره شعبه ده امر غريب. يعني هو يكره شعب يعني هذا يعني سبحان الله يسومهم سوء العذاب جبل اسرائيل عملهم مثله للعذاب يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم بعدين قتل كل اولادهم سبحان الله وكان يعملهم عندهم اجراء دون 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 اجر. زي الصحراء قالوا ايه؟ ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. لا اله الا الله. لا يعني معطي التطبيق يعني عملهم سخره يسخرهم سبحان الله العظيم. شعب يسخر شعبه حاكم يسخر شعبه في بناء قبر له 20 سنه هرم له 20 سنه عشان يخلف في اي مكان وخلاص. فهذا صوره من صور الايه؟ الطغيان عندما يطغى الانسان وينسى ان اذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله يعني. ولكنه قال في الاخر امنت بالله. لا 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 لا, لا, لا لما ادركه الغرق. لما ادركه الغرق خلاص عارف ان القضيه ولم يقل امنت بالله. لا ليست هذه توبه. هذه توبه الكذابين. امنت بالذي امن به بنو اسرائيل. يعني حتى لا يريد ان ينطق كلمه الله لانه متكبر على الله. الان وقد عصيت. يا سلام. خلاص انتهى. طيب. يعني عوده الى قابيل في عجاله فضيلتكم. هو قتل بسبب قتل لا قتل نتيجه الحقد والحسد. عنده سبب. ما هو الحقد والحسد ما هو اي سبب لان هذا يتزوج اخته الجميله. لا ما هو ما شوف يعني هم يقسمون رحمه ربك. ده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. للرجال نصيب مما اكتسبوا
وللنساء نصيب مما اكتسب. واسألوا الله من فضله.